السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كديري لاباس عليكم. تمنيت لا فيديو ديال اليوم تلقاكم في أتم الصحة والسعادة. اليوم غنخدمو هاد الفقيقس هذا اللي في لا تيكستور ديالو روعة، كيجي بحال صابلي، كيجيش ديك القصوحية ديال أو ديك القرمشة ديال الفقاس، كيجي كيدوب وفي واحد القرمشة اللي أكثر من رائعة. في دي زاستوس كيفاش طيبوه. دائما اخواتي الفقاس البلدي ملي غنبغيو نطيبوه نخشيوه، حتى نخشيوه في اللاطه عاد نشعلو الفران، والفران تكون درجه حرارته 140، ما تمشيوش ل 160، يكون الفران بارد والحراره منخفضه باش ما يتشقق لكمش الفقاس، واخا ديروا فيه حتى 70 خماره. يعني خص الفران دائما اخواتي ملي تبغيو تخشيو الفقاس يكون فريمون بارد حتى تخشيو اللاطه البنات عاد سميتو. بالنسبه للزبيب، الناس اللي كيتشكاو من الزبيب، الزبيب اخواتي دائما كان الكميه اللي عندي من الزبيب تنكب عليها المطايب وكنخليها منقوعه في المطايب واحد ربع ساعه د المكانه ولا نص ساعه د المكانه، كنصفيها ونقطرها من الماء وكنخدم بها اي نوع من الزبيب. بالنسبه للغوصات ديالنا اخواتي، عندي البيض، عندي الزبده، عندي الزيت، سنيده خماره واحده، عندي الملح كيف ما كتشوفوا معلقه صغيره ديال الملح، وعندي النكهه ديال الفاني والجيلاتو ديال اللي فيه لي فروي اكزوتيك اللي خديت من عند فاروق، بدلوه باي حاجه. عندي الكاجو اللوز والزبيب، وعندي النوع ديال، عندي الطحين، انا خديت هنا اخواتي النوع ديال الموني، الكميه ديال الطحين اللي درت انا اللي غنعطيكم في لاغوسيت ديال الموني. الا كانت ام غاليطا ولا شي نوع اخر اخواتي ربما تكونوا تقدروا تزيدوا الكميه ديال الطحين، انا عطيتكم الكميه اللي درت انا في هذا الفقاس هذا. دونك نتوما غديروا يعني تشوفوا، يعني اللي غتخدم موني غتخدم بنفس الكميه، اللي غتخدم طحين اخر غتقدر تحاول تزيد في الكميه. اخواتي اول حاجه كناخذ قصيعه و سميتو وكندير فيها البيض مع السنيده ودوك والملحه والجيلات اللي درت، الكنسمه اللي درت ديال لي فروي اكزوتيك وديك الفاني، الروح ديال الفاني. بعد اخواتي كنزيد، لا سمت، كنزيد الزبده والزيت مع التحراك. هذيك القصيعه البنات ديال الوالده الله يرحمها عندها شي، اش غنقول لكم، غتكون واحد 50 عام ديال هاد الماء ديال هاد القصعه هادي، وما شاء الله باقا خدامه، كتفكرنا في الزمن الجميل 40 او 50 سنه او اكثر. هي تقريبا سبحان الله العظيم اللي بقى كنشوف فيها الزمن الجميل اخواتي. من بعد ما كتشوفوا، بالنسبه اخواتي اللوز، انا ضفت الكميه اللي عندكم ديال الكاجو اللوز. اللوز اخواتي غتفزقوه في الماء، غير تشلوه غتقسموا كل لوزه على النص بالطول، على النص بالطول، وانتم غتشوفوا ما غيتقطع معانا ما حتى شي حاجه. تبعوا لي بروسيدور ديال كيف ما الطريقه باش خدمت ان شاء الله فقاس ماشي غير غينجح معاكم اخواتي، غتبقاي تدوري في الليل وتمضغي فيه، ما عنده حتى علاقه بالفقاقس اللي كنحط لكم. هذا فقاس مميز وعنده واحد المضغه مع القهوه في الصباح اكثر من رائعه، غتذوقوها ان شاء الله اخواتي وغتردوا عليا الخبر. ولكن تبعوا الطريقه باش خدمت او باش مشيت انا مع هذا الفقاس. كنت عبرت هنا 800 غرام، حيت عارفه ان لا سميتو لا كنت عبرت 800 غرام، ولكن ما دخلتش اخواتي 800 غرام. اللي دخلت هي اللي غتلقاوها في صندوق الوصف، الطحين اللي دخلت او اللي دخل ليا، لان هنا لا الطحين حرش شويه، دونك ضفت الطحين بشويه بشويه وعطيتكم الكميه، وعبرت داكشي اللي شاط ليا عطيتكم الكميه اللي دخلت في هذا الخليط اخواتي. اخواتي اعيد واكرر، الله يجازيكم بخير، الفقاس كيتخشى في فرن بارد، وكتكون تلخشيتوه كتكون الدرجه ديال الفرن بارده كيف ما كتشوفوا. كنتحصل على هاد لا تيكستور ديالي البنات، وكنحاول نقطعها على 8 ديال لي بوده، بلوتو سمحوا لي 4 ديال لي بوده، 4 الكويرات البنات، وغادي نشكلهم بهذه الطريقه هذه. ما كيجيوش فيه اخواتي الفراغات، وسبحان الله كنتمنى الاخوات اللي في كازا ياخذوا داك الجيلاتون اللي عند فاروق، راه رهيب، كتدخلي بحال قلتي فقاس غوفيزيتي، كتدخلي فيه هذا هذاك ديك اللمطه ديال لي فروي اكزوتيك مع لي فروي سيك اللي درنا فيه او الفواكه الجافه، وحتى ديك الطريقه باش قلت لكم تصوبوا الزبيب بالمطايب
ملي كيطيب الفقاس كيجي داك الزبيب معلك ما كيتحرق ما والو، وبطبيعة الحال ما كنطيبوش الفقاس حتى كيتحرق، غير كنحمروه شوية لون ذهبي. اخواتي ملي كنشكلهم كندهنهم، كدرت بيضة معاها معلقة ديال سنيدة وكندهن لي بودان ديالي فاخواتي، وكتقبوهم بان كيغدون سيت ما وريتكمش، سمحوا لي تقبتهم بواحد الكيغدون ودخلتهم الفران بارد 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 حتى كيتحمروا. ملي يكون الفران بارد ما كيتشقق لكمش الفقاس. انا عندي الفقاس الفوق لتحت كيشعل بقى واحد حتى كيتحمر بهاد اللوينه. البنات هاد الطريقه ديال البيض كديروها في لي بريوش، ديروها في الفقاس، ديروها اخواتي في كل شيء. من بعد ما كان كيطيب ليا كنبيته ليله كامله مغطي بمنيده العادي، ماشي بالشرط يكون اوميد ولا فازق ولا شي حاجه. كنغطيه في الصباح، كناخد سكين وكنقطعو. ما تغلطوش الفقاس، هذاك هذا فقاس اخواتي تيبان لكم كبير، راه حجم صغير ديال العواشر، ما يمكنش يدوز العيد وما نكونش صوبت هذا الفقاس هذا، لان كل شيء كيبغي. يعني الكميه اللي صوبت لكم اخواتي غطير لكم في النهار ديالها. إيه كنكمل اخواتي بهذا الشكل هذا. شكرا اخواتي الاخوات اللي انضموا عندي جداد، شكرا لكم بزاف 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 بزاف. وكلمة شكر القليلة في حق الأخوات اللي كانوا معايا وبداوا معايا من البداية ديالي. شكرا لكم البنات بزاف، الله يرزقكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ويبعد عليكم البلاء حيث كان. كيف ما كتشوفوا أخواتي كنقطع بهذه الكيفية هذه، بيان سور غنستو في اللاطة ديالي. وهنا أخواتي غنطيبو في فرن درجة حرارته 150. كتشوفوا كي تيجي الفقاس يعني فازق من الداخل. ملي غطيبوه اللوز اخواتي الكاجو حتى حاجه ما محمره، لا لوز لا كاجو لا حتى شي حاجه، الكاجو كنرميه صحيح. وكيجي واحد الخلط جميل جدا. هاد الفقاس اخواتي ما كيبغي لا زنجلان لا نافع، بلا ما تبقاو تجتهدوا وتبقاو تخلطوا، استعملوا الوصفه اللي عطيتكم وان شاء الله اكيد غتعجبكم الوصفه. بعد اخواتي ما كنطيب الفقاس ديالي كيجي بهاد الجماليه، وكيجي داك الزبيب اللي فيه معلك وتلمون، داك المقادير كتيرة فيه، وصفة فريدة من نوعها. كنتمنى اخواتي انكم تجربوا هذه الوصفة وتردوا عليا وتقولوا لي كيفاش جاتكم، ولكن ما نكونوش خفاف ونزربوا. المقادير قدامنا وتبعي، حطي لا فيديو قدامك وبقاي تبعي باش تشوفوا اخواتي داك الكاجو كي تيجي، كيجي غزال ملي كتقطعي، كتقطع الكاجو كامله. اخواتي اللي انضمت جديدة القناة ديالي ما نفعلاش الجرس، تفعل الجرس باش تساعدي القناة تطلع القدام. وكنتمنى اخواتي اي وحدة شافت لا فيديو دير واحد لا بوس بلو، ما فيها حتى شي، بس تلايكي. علاش؟ ملي كتلايكي كتشجعينا حنا باش حنا كتزيد القناة ديالنا القدام، وبلا لي لايك تتكون القناة اخواتي الهابطة. كنتمنى انكم ديروا دي لايك وتشجعوا القناة باش تزيد القدام. اخواتي لا فيديو سالت حد هنا، انتظروا لا فيديو الجاية. وبالنسبة اللي بغاو الكوسكوس على راسي وعينيا، دمتم في رعاية الله اخواتي، لا بروشين فيديو بحول الله تعالى.